ميعاد موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة تابع عدد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية الجاري تطويرها لتصبح موانئ بحرية أو محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة. وجه الرئيس السيسي باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خاصة من خلال التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض. ووجه الرئيس السيسي برفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل، وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار رؤية مستقبلية شاملة تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية. عقد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي اجتماعا مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث للحوار الوطني للانتهاء من التصور النهائي لهيكل وشكل سير الجلسات النقاشية. وناقش الاجتماع التأكيد على مشاركة جميع الفئات والجهات والتمثيل المتكافئ على طاولة الحوار الوطني. هذا ومن المقرر أن تعقد اليوم 4 جلسات واثنتان منها لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب واثنتان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وقضية تحدي التعاونيات وتقع ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع المدني. أعربت منظمة التحرير الفلسطينية عن شكرها لمصر على دورها الكبير في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. هذا ودخل اتفاق وقف إطلاق النار برعاية مصرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ ليل السبت، منهيا جولة من القصف المتبادل استمرت 5 أيام استشهد خلالها 34 فلسطينيا وقتل خلالها إسرائيلي واحد. رحب البيت الأبيض بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة مشيدا بمصر لتواصلها في الاتفاق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان إن المسؤولين الأمريكيين عملوا عن قرب مع الشركاء الإقليميين لوقف الأعمال القتالية من أجل منع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح وإعادة الهدوء. أعلن الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع قصفت عددا من القرى في ولاية غرب دارفور ما تسبب في إزهاق عدد كبير من الأرواح بالإضافة لخسائر في الممتلكات. وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع تواصل عمليات القصف العشوائي على أجزاء من العاصمة الخرطوم لافتا إلى قيامها بإجبار المواطنين على إخلاء منازلهم قصرا لاستخدامها في الأغراض الحربية. أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 530 قتيلا و2948 مصابا،
وأشارت اللجنة إلى وجود العديد من الضحايا الذين لم يتم حصرهم بسبب صعوبة التنقل للمستشفيات والوضع الأمني في البلاد، مشيرة إلى أن 66% من المستشفيات القريبة من مناطق الاشتباكات أصبحت متوقفة عن الخدمة. قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن قوات بلادها تتقدم في اتجاهين في مدينة بخموت شرق أوكرانيا، لافتة إلى أن الوضع في وسط المدينة أكثر تعقيدا، وكانت روسيا قد اعترفت بأن قواتها تراجعت شمالي بخموت قبل هجوم مضاد تعهدت أوكرانيا منذ فترة طويلة بشنه، وذلك لاستعادة المزيد من الأراضي التي فقدتها بعد بدء الأزمة العام الماضي. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المحادثات مع الكونغرس تمضي قدما فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، وقال بايدن للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة إن المزيد من المعلومات حول التقدم المحرز ستعرف في اليومين المقبلين. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.